المعرض الثاني اللي كان المعرض الأول في بابا كوستا كان اسمه حدود أخرى. الكلام ده كان 2018، وده المعرض الثاني. ده كان معرض بتاع دروين يعني، لكن مفاهيمي. ده حسي معرض بتاع نحت يعني للظروف الحاصلة في البلد والقصص، إنه بقدر الإمكان قلت الزول يغير ولو بطريقة بسيطة بس في الإنتاج بتاع العمل الفني، لأنه حصل ركود في الإنتاج بتاع في الفترة اللي فاتت أو السنين اللي فاتت. فالمعرض الثاني عبارة عن نحت بيتكلم عن الأسطورة بتاعت عروس النيل، وهي أسطورة قديمة يعني، ومعها أسطورة ثانية اسمها الأندروميدا. دي لأن عروس النيل حصلت في منطقة بتاعت شمال السودان وجنوب مصر، والأسطورة الثانية اللي هي بتاعت أندروميدا اللي هي برضو أسطورة حصلت في أثيوبيا. الفكرة عموما هي بتتكلم عن الحاجتين دي، الأسطورتين دي اللي بيدعوك غربان في النيل. ما تعاملت مع السطح بتاع الأسطورة، شلت البيت دخلتها جوا الموية وبقت كأنها خلقت يعني عالم موازي وبيئة يعني بيئة مختلفة من البيئة اللي هي قاعدة حصلت فيها الأسطورة. فاشتغلت على العناصر دي في خشب اسمه MBF، خشب عادي 10 ملي يعني، وفي خشب تاني زي 3 ملي، وخشب سكنسو ضعيف. اشتغلت على بالاسلوب بتاع الحفر النوبي اللي هو في المتاحف، خصوصا في المعبد بتاع سمنة شرق سمنة غرب. الرموز اللي تناولتها اللي هي البيت التمساح والتمساح والبيت يعني، والعناصر الثانية الطيور اللي هو الطائرة بمركوبة اللي هو بتغذى على أبناء التماسيح يعني، بتغذى على الأسماك والأسماك ذاتها وزهرة اللوتس والصفقة. بس حاولت إنه أحور الأشكال دي بطريقة إنه بشكلها الطبيعي، بين شكلها الطبيعي وشكلها التاريخي في الحضارة النوبية والحضارة الفرعونية، متناول الرمزين ديل. التمساح كرمز هنا غالبا بيكون مرات حاجه يعني ما خيره، زي قصص كثيره برضو في المسرح يتناولوا، زي مثلا زي ما ساتيرول يلا بقى. بس في الموضوع بتاع الدلاله وكيف الزول يجي يقرا اللوحه ويقوم يقول رايه، ما بالضروره انا اقول رايي عن العمل بتاعي، لا، المفترض الحاجه دي تكون زي التفكيك كده اللي هو رايك اهم من رايي، وبعدين يحصل نقاش وجدل يعني. وده بيولد مرات احتمال اذا الناس قاعدوا ليه بطريقه كويسه اي لوحه تكون لسه. سعيدين انه نشوف معرض بتاع النحت في ظل الظروف الحاليه دي. المعرض متسق تماما مع فكرتنا احنا كسودانيين او نظرتنا ذاتها لهويتنا وتراثنا. سعيد والله بالتواجد هنا في مساحة جالوس ونشوف معرض نحت، وفي من الحاجات النادرة مثلا في مدينة الخرطوم. رغم أنه كثرة الفنانين اللي قاعدين في السودان أو بيتخرجوا سنويا، لكن من النادر أنه نشاهد معرض بتاع نحت. بحب المجال شديد، عندي رغبة في ان انا يوم من الايام اجي اعمل لي معرض زي ده كده زي ناس محمد صديقي قدامنا ديل. وبرضه عندي اهتمام مع الموضوع بتاع المعارض طوالي، بكون حضور يعني عشان الزول يحاول يتعلم من تجارب اللي قدامه ويشوف ال ممكن تقول الطرح الحاصل، لانه كطالب بتاع فنون دي جزء من مهنتي ذاتها، انه بعدين ذاتي امارس العملية المعارض دي، اعرض مشروعي او افكاري. ومساحة جالوس مساحة رحبة زي ما بقولوا يعني، من المساحات المدة للفنانين البراح بتاعهم انه يقدموا افكارهم بطريقة جميلة وزي ما هم عاوزين، ما في رفض وما في أي تحيز لحاجة معينة.
سعيد جدا منه أكون شاهد على تجربة نحت جداري للفنان محمد صديق، وحقيقي أنا يعني سعيد بأنه هو قدر يطوع الخامة تحت الخشب بمهارة شديدة ويبرز جماليات النحت في الخامة الخشب، ده من جهة فنية، لكن كمان من محتوى ومضمون العمل أنا يعني تأثرت بشكل كبير باعتبار أنه هو اشتغل على التضاد ما بين القوة والرمزية بتاعت الأنوثة أو الحاجة، وبرضه هي من ناحيتين، ناحية التغول وناحية التجانس، يعني ده حاجة كانت لافتة جدا، وأنا أفتكر ده ذكاء كبير منه. معروف عزة سودان، ومعروف برضو رمزية التمساح للسيطرة والاستحواذ وكده، فأنا أفتكر في دلالات كبيرة في بعض الأعمال لمأساة السودان برمزية السلطة وتغولها على السودان، وحتى فقدنا لجزء عزيز منه، ودي ممكن الواحد يلاحظها في لوحة جدارية من الجداريات الموجودة، بالإضافة لأنه ده صراع أزلي هو واصل في ما نحته التاريخ القديم في حضاراتنا السابقة، لكن بأسلوب حديث وبتجربة أنا أفتكر ملهمة جدا، وضع فيها بصمته الفنية ووضع فيها رؤيته الجمالية بالموتيفات اللي هو قدر يختزلها داخل الأعمال الفنية اللي هو قدمها.